وريني يا محمود خليني اوريكم حاجه حلوه قوي. هات يا محمود. بصوا يا جماعه، ده اللي احنا بنعمله من الاخر كده. عايز توصل للاحسان محتاج ذكر ومحتاج سبع منازل. ممكن يا جماعه تصوروا دي، ممكن تكتبوها عندكم، ممكن اصل هو ده برنامج الفهم عن الله السنه دي، ممكن تحطوها عندكم، ممكن تعلقوها، ممكن يا بنات ممكن يا شباب تعلقوها. ويا كندا الله يرضى عنك، هي كندا اللي بتكتب معايا قاعده طول الشهر وطول البرنامج. شايفين اللي احنا بنعمله؟ طب وانت حاطط ليه ذكر قدام كل منزله؟ لان كل منزله بيجيبها الذكر ده، عشان التقوى محتاج استغفار، والرضا محتاج حمد، واليقين محتاج لا اله الا الله، والتوكل محتاج حسبي الله ونعم الوكيل، والتسليم محتاج لا حول ولا قوه الا بالله، والعبوديه الله اكبر اكبر معنى في الحياه يحتويك. طب وحب الله محتاج انك تذكره باسماء الله الحسنى. شوف انت محتاج ايه يا كريم يا عظيم يا رحيم. ده بالظبط اللي احنا هنعمله السنه دي. طب وينتج عنه ايه؟ يبدا يفيض اخلاق ونجاح في الحياه. ده مش برنامج ديني بس يا جماعه، ده برنامج تحسين حياه، ازاي تنجح في الحياه. ولذلك الفقره الاخيره هتكون ازاي تنجح في الحياه. شفتوا اللي احنا بنعمله ده؟ اللي احنا بنعمله والله ده منهج، والله ده التعب عليه سبع سنين عشان يطلع ده مش مجرد كلمتين. طب وبرنامج الفهم عن الله السنه دي بيعمل ايه؟ بيربط لك الحاجات دي كلها ببعض عشان توصل للاحسان، لان الهدف الوصول للاحسان. طبعا انا عارف ان في واحد دلوقتي بيسمعني وبيقول لي ايه الكلام ده، صعب قوي، الكلام ده كبير قوي، انا هوصل الكلام ده كله ازاي؟ ده موضوع معقد. مطلوب منك حاجه واحده بس، تفعيل الاحساس في العباده السنه دي في رمضان، خاصه الذكر بس، ونيه انك تطلع الحلو اللي جواك بس. بس ممكن تنوي؟ مين يعهدني يا جماعه اللي بتشوفوني؟ مين ينوي 30 يوم احسان؟ يعني ايه 30 يوم احسان؟ هفعل الاحساس وهطلع الحلو اللي جوايا مع الله في العباده، مع الناس اخلاقا، مع الحياه اتقانا وابداعا 30 يوم في رمضان عشان اتكل. طب اشمعنى رمضان؟ لان رمضان اقوى فرصه تزقك لفوق. اياما معدودات، صدق الله العظيم، ايامه هتخلص، طلع الحلو اللي جواك. ما انت كده كده هتقضي رمضان، وبقالك 20 سنه بتقضي رمضان يا اخي، لما هو نفس الوقت، طب ما تطلعه باحسن ما عندك. ما انت كده كده هتصلي الصلوات الخمس، ما انت بتصليها وحش، طب ما تصليها حلو. ما انت كده كده عايش، طب ما تعيشها حلو بقى. لما كده كده عايش ليه عايشها وحش؟ ليه كاتم الحلو اللي جواك؟ ليه مانع نفسك تطلع الحلو اللي جواك؟ رمضان فرصة، رمضان مين يعهدني؟ مين يرفع ايده؟ 30 يوم احسان، نويت يا رب 30 يوم اطلع الحلو اللي جوايا. لو ومش كده وبس، وتدعي كمان. انا ليا دعاء في رمضان ثابت، اللهم اكتبني من عبادك المحسنين، اللهم اجعلني اعبدك كانني اراك، اللهم ارزقني إحسانا في عبادتي، وإحسانا في أخلاقي، وإحسانا في حياتي، اللهم نادني يوم القيامة إنه من عبادنا المحسنين، اللهم أحيي بي الإحسان في أمة حبيبك محمد. ممكن تكتبوا الدعاء ده وتدعوا بيه في رمضان عشان تفكروا تفتكروا النية. طب فاضل إيه؟ فاضل إن أنا أقول لكم إن ربنا سبحانه وتعالى حطت لنا خمس جوائز للإحسان تخليك بقى مش تنوي، أنا هطلع أحلى ما عندي، ما أنا كده كده عايش، طب ما أخد الثواب الخمسة. نروح لعلم النفس الإيجابي، مش إحنا رابطين الفهم عن الله ومشروع الإحسان بعلم النفس الإيجابي؟ علم النفس الإيجابي بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك إن العقل البشري لا يتحرك بقوة لأي موضوع جديد إلا لو شاف جايزة. ريورد، حافز، إديني جايزة اشتغل. طب ولو ما اديتوش جايزة يطيعك وعلى مضض وهو متضايق كده، مش عايز اطيعك. عشان كده اول ما بيخلص رمضان الناس بتروح، لان عقلك الباطن مش عايز يساعدك. طب هو يساعدني ازاي واجيله جايزه؟ ايه ده، هو بيشتغل كده؟ ده كلام علمي، ده اتفاق كل العلماء، العقل الباطن بيشتغل كده. ليه؟ لان العقل الباطن عامل زي الموظف الكسلان، مش عايز اشتغل. ليه؟ عشان هو وحش؟ لا، عشان هو شغلته يخزن الطاقه، لان لو خلصت الطاقه انت هتموت، فهو شغلته سبحان الخالق العظيم. طب ما هو مش هيقدر يطيعني ان انا اطلع الحلو اللي جوايا واعمل الاحسان وافعل الاحساس. اديله جايزه، خليه يشوف جايزه، فيحصل ايه؟ فتتحول الجايزه ان هي الطاقه بتاعت العقل الباطن، فهو اللي يزقك تطلع الحلو اللي جواك. حلوه الفكره؟ انا اول مره افكر فيها بالطريقه دي بصراحه. انت متخيل يا محمود؟ هي كده. انتوا عارفين الحصان لما تديله السكر فيكون النتيجه ان هو ينط الحواجز المتر و20 ومتر و60؟ يا عم ادي لعقلك حته سكر. طب وهو
هو ربنا عمل معنا كده؟ ما اللي خلق العقل الباطن هم العلماء بس اكتشفوا الحكاية، اللي خلق العقل الباطن هو اللي حط الجوائز. طب ايه الجوائز علشان مزيد من النية 30 يوم إحسان؟ الجائزة الأولى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يمكن تحسن إلا لما يحسن لك حتة في حياتك. طب هحسن كمان، يحسن لك كمان. طب والله لحسن أكتر، يحسن لك أكتر. طب والغاية فين؟ متولية هندسية لا تنتهي إلا في الفردوس الأعلى. إيه ده؟ يحسني زي إيه يعني؟ صحبة حلو. مش أنتوا تعرفتوا على بعض بسبب رمضان؟ مش أنا بداية علاقتي بيكم بسبب إن أنا قلت مين في رمضان يشارك معايا في مشروع الإحسان؟ كل واحد فيكم بعد فيديو بقت علاقة عمر كله؟ يبعت لك صحبة حلو، يبعت لك إن ابنك يرضيك ويبقى وتفرح بيه ويبقى جميل وما كانش كده قبل كده. يبقى لازم يحسن لك حتة في حياتك. طال إن أنا عايشة وحيدة يبعت لك زوج يسعدك بالمواصفات اللي كان نفسك فيها. والله يا جماعة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا عايش بالآية دي قاعدة جايزة. الشطارة إيه بقى؟ وأنا بقول الجوائز الخمسة أربطي لي الجايزتين ثلاثة في دماغك، وخلي كده ايه العقل الباطن يشوفهم، فيفرز بقى هرمون الدوبامين اللي هو ايه بيبقى اكسايتد كل ما يسمع الجائزه، العقل يجري يقولك يلا يا عم احسن يا عم. فالجائزه الاولى، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انا عايش بالفكره دي. والله يا اولاد انا من احسان جدي الله يرحمه، مع ان جدي مات وانا في اعدادي، بس انا عمري ما هنسى ان انا لما كنت اصحى بالليل عايز ادخل الحمام وانا طفل صغير الاقي جدي في وسط الليل واقف بيصلي. والله انا ما زلت فاكر الى الان المكان اللي كان واقف بيصلي فيه والاضاءه اللي كانت موجوده. انا من احسان جدي، انا من احسان ابويا، من اعماله الجيده مع اخواته ووفاءه لاخواته. انا من احسان ابويا، انا ما كنتش بصلي وانا في اول ثانوي، انا سبب صلاتي موقف احسان، موقف احسان. كنت في بورسعيد مع أهلي وكنت شاب، كان جسمي قليل ومفيش عضلات قوية ولا حاجة، جسمي بسيط، ولقيت واحد على كرسي متحرك بيقع من العرصيف ومحدش بيسنده، بيصرخ ومقلوب بس مش واقع على الأرض خالص وأنا ضعيف. جريت عليه وعدلت الكرسي ومسحت له بقه وطبطبت عليه وجبت له مية ومشيت. والله العظيم بعد أسبوع دخل رمضان كنت بصلي، ومن يوميها إلى الآن بصلي. هل جزاء الإحسان إلا لا يمكن تحسن إلا يديك؟ الجائزة الأولى. الجائزة الثانية، محبة عجيبة من الله لك، يحبك حب من كل الصفات الحلوة اللي موجودة في الدنيا. اختار ربنا بس 10 صفات يقول إن هو بيحبها في القرآن، التوابين والمتقين والمتصدقين، لكن 5 مرات المحسنين، وما في صفة تانية غير مرة أو مرتين. أنت حبيب الله، يا نهار أبيض. تبدأ بس بإحسان، بس الحقيقة اللي انت بتقوله برضو صعب، ما هو مش مطلوب إحسان 100%. إيه بجد؟ مال إيه؟ محاولة الإحسان إحسان، كل ما تبقى نسخة أفضل من نفسك يحبك ربنا. إيه ده؟ يعني مش لازم 100%؟ ما هو القرآن بيقول كده، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الباء في اللغة العربية للتبعيض، محاولة الإحسان إحسان، نسخة أحسن 10% النهاردة يحبك ربنا. طب 20%، توصل على ليلة القدر 40%. ها طب والعادات بتتبني في إيه في 6 أشهر؟ تكمل بعد رمضان 6 أشهر بقيت من المحسنين. حبيب الله، لأنك ابتديت في رمضان أنت في طريق الإحسان من أول يوم في رمضان، مبروك. يحبني؟ يحبك. جبتها منين؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. أكتر صفة حبها ربنا وذكرها في القرآن. لا ومش كده وبس، ويبعت لك رسالة يا كندة ويا هيام ويا زكريا ويا منة ويا محمود ويا عبد الحميد، يبعت لك رسالة تطمنك إنه بيحبك. اسمعوا القصة دي، هي اسمها الست إيمان أم حمد، هي من الكويت. أنا اللي أنا أعرفه عنها عاشقة لقيام الليل بإحساس. إيش عرفك بقى بإحساس؟ عارفين لما تلاقوا واحدة ست بتقول لك أنا بجهز لربنا إن أنا رايحة قبله بالليل، معلش أنا لازم أقوم، أنا جيم عادي مع ربنا. من هنا أنا عرفت لما كنا قاعدين في اجتماع وقامت قايلة الكلمة دي، أنا عندي ميعاد مع ربنا، أنا أسفة لازم أقوم. وفي نفس الوقت فتح بيتها للخير، إحسان للغلبة. تحكي لي أم محمد، والله القصة منها ليا، بتقول لي لقيت أختي بتكلمني في التليفون بتقول لي أما يا إيمان شفت لك رؤية عجيبة، شفتك إن أنت بتطوفي بالكعبة وبعدين وقفتي فوق الكعبة
وبعدين جه شخص كأنه ملك من الملائكة، أبيض فبيض ودقنه بيضة، وقام مديكي قماشة وقال لك هذه هدية من الرحمن. قالت لها الله، أما رؤية حلوة قوي بس عجيبة، ده أنا طلع عمرة بكرة. بتقول لي والله يا دكتور، بص لربنا لما يحب عبده ويطمنه. والله يا دكتور، تاني يوم كنت بطوف بالكعبة، أتاري يوميها واحد شعبان يوم غسيل الكعبة، بيفتحوا الكعبة ويدخلوا الناس، في وسط تدافع الناس لقيت نفسي جوه الكردون اللي بيتحط عشان مش كل الناس هتخش، فلقيت نفسي جوه الكردون وواحدة بتخبط فيا هتقع على الأرض، قمت ماسكة بقيتها ومطبطبة عليها، طلعت بين الشيخ عبد العزيز بن شيبة اللي معاهم مفتاح الكعبة اللي واقفين على باب الكعبة. قالت لي والله لا تدخلي تصلي في الكعبة. دخلت صليت في الكعبة، الرؤية بتكتمل. فاضل التلت التالت، عزموني على العشاء بالليل، بصيت لقيت الشيخ عبد العزيز الله يرحمه، أنا أعرف الشيخ عبد العزيز شخصيا، وتصورت وأنا ماسك مفتاح الكعبة في بيته، في نفس البيت اللي هي راحت فيه، وقام جايب لها قماشة من ستارة الكعبة، لأن يوم الغسيل بتتشال الستارة القديمة، قماشة، وقال لها والله لسه جاي حالا، دي مش مني، دي هدية من الرحمة. لا إله إلا لو بدأت طريق الإحسان، أربط في عقلك الباطن، هيطبطب عليك ويبعت لك رسالة أنه بيحبك، والله يحب المحسنين. الجائزة التالتة، الجائزة التالتة بتقول جائزة جميلة جدا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، ضمان مؤكد في الحياة، دخلنا على الدنيا بقى، ضمان مؤكد في الحياة 100% وانت في قمة السكينة والطمأنينة. يا عم وعد يا عمي، لا يوجد ضمان في الدنيا، مفيش جارانتي في الدنيا، مفيش ختم جارانتي على اي حاجة في الدنيا 100% الا دي، 5 مرات في القرآن، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. طلع الحلو اللي جواك وأسقط البشر، ما هو ده من الإحسان. يعني ايه أسقط البشر؟ موجودين مش موجودين، مش شايفكم، كأنك ترامى. والإحسان هو الإحسان كده، يعني ايه إحساس عميق يجعلك تخرج أفضل ما عندك في الحياة لأنك ترامى وتسقط البشر. تكرموني ما تكرمونيش، انا واخد من المصدر، من مالك الملك. بص حواليك وبص وراك يا اولاد، مالك الملك بيقول لك وبيوعدك ان لا نضيع اجر من احسن عمله. إيه، في واحد اسمه قيس القرني، ربنا بيقول ان لا نضيع اجر من احسن عمله. قيس القرني من الصحابي تابعي، بس هو اسلم في عهد النبي، هو من اليمن. طب هو ما راحش قابل النبي، ده كل اليمن راحت وفد النبي، ما راحش ليه؟ أصل أمه كانت كفيفة ومريضة وملهاش غيره، ما راحش قابل النبي من أجل أمه، فقط كلمة صحابي إلى كلمة تابعي من أجل أمه، ضحى بالصحبة، أمي ملهاش غيري، أنا ما سيبش أمي، أنا مع أمي، بار بيها بر. طب ومعقولة ربنا يضيع عليه فكرة الصحبة؟ لازم يعوضه. هيعوضه بإيه؟ وإذا بالنبي قبل ما يموت بسنة يسألوا يا رسول الله أخبرنا عن الأتقياء الأخفياء المحسنين المحبين لله، فيقف ويقول مثل أويس القرني. قالوا وما أويس القرني؟ أنتوا بتسألوني على حد زي أويس القرني؟ قالوا وما أويس القرني؟ بص إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. فيقف وكأنه شايفه بيصفه، شاب معتدل القامة، أسمر اللون، في كتفه لمعة بيضاء مثل الدرهم من أثر مرض قديم. طب يوصفه بشكل، أراه واضعا يده اليمنى على اليسرى، يقرأ القرآن، يصلي خاشعا، يبكي لله. إحسان، هو بار بأمه. إيه ده؟ معروف في السماء، مجهول في الأرض، ينادى يوم القيامة، ادخلوا الجنة، ويقال لأويس قف يا أويس واشفع في من شئت من الناس. يا عمر يا علي، ده النبي بيقول يا عمر يا علي، إذا لقيتموه فاطلبوا منه أن يستغفر لكم. عمر وعلي، عمر وعلي، وكأن النبي لازم تاخد مش أنت ما صاحبتنيش، إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، بس هو معرفش. وتلف الدنيا ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعلي يلفوا كل سنة في الحج، أفيكم أويس القرني؟ أفيكم أويس القرني؟ لغاية ما يلاقوه ويوصلوا إليه،
ويقولوا له أمرنا رسول الله أن تستغفر لنا، أنت مجهول في الأرض معروف في السماء لأنك بار بأمك، ويبكي أويس، حطوا نفسكم مكانه، ويبكي أذكرني رسول الله، أنا فقدت الصحبة لكن خدت حاجة كبيرة، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. عايزين جوائز أكتر من كده إيه؟ يقول لكم أكتر من كده إيه؟ الجائزة الرابعة، ها نوينا؟ مين يعاهد على الإحسان 30 يوم؟ هحس بيك يا رب وطلع أحلى ما عندي وشوف هيعمل إيه وكل حاجة هتبقى حلوة. الجايزة الرابعة، إحسانك القديم يشفع لك لما تقع في الزنقة وإنت من المحسنين، إحسانك القديم يجعل الله يأخذ بيدك. الحسن البصري تلميذ سيدنا علي بن أبي طالب بيقول كان ليا جار مجوسي، حسن السيرة، حسن الخلق، حسن الجوار، حاجة ممتاز، بس مجوسي بيعبد النار، فلما جه يموت زرته قلت هل لك إلى أن تسلم؟ قال يا إمام إن المفتاح مع الفتاح والقفل ها هنا، أنا قلبي مقفول عليه ثم أغشي عليه أغمى عليه. فدعوت وقلت إلهي ومولاي وسيدي، إنه كان حسن السيرة، حسن الخلق، حسن الجوار، اللهم بإحسانه القديم اجعل إحسان سر إسلامه. يقسم الحسن البصري، فأفاق الرجل وقال يا إمام إن الفتاح أرسل المفتاح، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طب وجبت الكلام ده منين؟ من القرآن، إن الإحسان القديم يشفع لك لو عملت غلطة كبيرة. يقول الله ما على المحسنين من سبيل، لن نضيق على المحسنين، والله غفور رحيم، يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم. ممكن تنوي 30 يوم إحسان تطلع أحسن ما عندك. الجائزة الخامسة والأخيرة، الإحسان هو الباب الواسع لدخول الجنة. عايز تخش مع السيدة خديجة؟ عايز تخش مع أبو بكر وعمر والصحابة والعشر المبشرين بالجنة؟ إيه ده؟ يعني أعلى السابقون الأولون، مش أي صحابة، مش كل الصحابة. يقول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني على الأجيال كلها رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله، هتيجي رفيق النبي في الجنة. خمس جوائز للإحسان. مين يرفع إيده تاني؟ مين يعاهد ربنا؟ الناس اللي في الاستوديو ورا والله أنا شايفهم من هنا رافعين إيديهم. مين يعاهد ربنا؟ نوينا الإحسان. يعني إيه نوينا الإحسان؟ يعني إحنا رافعين نفس إيدنا على إيه؟ هفعل إحساسي بيك في العبادة يا رب، في الصلاة وفي القيام وحتى في الصيام وفي الذكر، وهطلع أحسن ما عندي 30 يوم. ده العهد. أنت مش رافع إيدك عشاننا، أنت رافع إيدك بتعاهد ربنا. توكلنا على الله. قاعدة النهاردة، القواعد 30 قاعدة كل يوم. أنت بالإحسان ستكون أحب عباد الله إلى الله، وتضمن نجاحك، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فقط عليك تفعيل إحساسك بالله وإخراج أحسن ما عندك في الحياة. مش هو ده اللي احنا قلنا النهاردة؟ طب وبرنامج الفهم عن الله هيعمل إيه؟ هيفهمك المنازل السبعة اللي بتوصل للإحسان. طب وأنا كل المطلوب مني إيه؟ بس فقط تفعيل إحساسك بالله في العبادة وإخراج أحسن ما عندك مع الله في العبادة، مع الناس في الأخلاق، مع الحياة، إتقان وإبداع.